إذن إياك لابد أن تختار الوقت المناسب والمكان المناسب. فأحدهم مرة اتصل بشيخي وأستاذي علي الحلبي الساعة 2 في الليل، فاستيقظ شيخنا مذعورا، ناس يحط التلفون على الصامت ولا، استيقظ مذعورا، شو في؟ نعم نعم، السلام عليكم. قال له عليكم السلام ورحمة الله. قال له يا شيخ في سؤال؟ قال له تفضل. قال لك ابصر، بجوز في قصف ولا ذبح ولا شو في؟ قال له سؤال. فسأل سؤالا يمكن أن يسأله في أي وقت، فقال فبعدما أجابه شيخنا علي الحلبي وكان لطيفا ذو حكمة، قال له لكن يا أخي أنصحك أن تختار وقتا غير هذا الوقت، فبإمكانك أن تختار في النهار، الآن الساعة 2 في الليل وأنا نائم. قال سبحان الله، طالب علم وتنام؟ فبعض الناس يتعامل مع المشايخ انهم ماكنة. انت بتعرف انه الشيخ بنام والعالم بنام؟ طبعا بنام. انت بتعرف انه العالم بجامع؟ طبعا بجامع، مش انسان ما عندوش زوجة واولاد. انت بتعرف انه هذا العالم بروح على بيت الخلاء؟ رنيت عليكم ورديتش، اوف 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 اوف، ماكنة منا ما شاء الله. فبالتالي لابد أن تختار ماذا؟ الوقت المناسب وإيه؟ والمكان المناسب. المكان، أنا ببيع وبشتري، هذا ليس مكان للسؤال. الوقت لابد أن وأفضل وقت للسؤال وشيخك جالس أمامك يقول هل سؤال؟